يعني البارح تواصلوا معنا بعض الإخوان من أرباب الحمامات. إحنا كنا درنا واحد المراسلة، جوج مراسلات في الحقيقة، ولكن ما اجتمعناش بحكم البارح كان عندي اجتماع في مدينة قنيطرة مع السلطة ديال مدينة قنيطرة لحل حالة هذا المشكل. تواصلوا معايا بعض أرباب الحمامات، قالوا لي بأن راه تواصلوا معهم الإخوان ديالنا ديال السلطة، قال لهم يعني راه غدا إن شاء الله سيروا سخنوا المحلة ديالكم، راه غدا غتبداو. تأكدنا من بعض الجهات، قال لك أسيدي الخبر كيان، مدن في بن سليمان حتى هما تواصلوا الناس مع القيد ديال هذا، قال لهم تانتوما راه غتوكلوا عندنا. فإذا اليوم كنتفاجئوا هذا القرار ديال عدم الفتح، هو حقيقة هو المسؤولية كطيح علينا، لأن احنا كأرض الحمامات عندنا ثقة كبيرة في السلطة ديالنا، ما كنبداوش نحكروا عطيونا قرار أو نقولوا لا، إلا خصنا نكونوا كنثقوا في السلطة ديالنا، راه السلطة ديالنا. ولكن ابتداء من دابا إلا كان فتح أو إغلاق خص يكون بناء على قرار باش حنا كنعرفوا شنو كيدار. والغريب ان بعض واحد الجمعيه بدون ذكر اسمها كانت باغا تركب على الموج وكتقول بان راه اجتمعنا مع السلطه ديال هذا وراه عطاو بنا باش نحلوا من بعد الاجتماع اللي درنا حنا. فهذا اظنه بهتان، وسنقول لك الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.